السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. إلى أول مرة كتزوروا القناة تضغطوا على المربع الأحمر أسفل الفيديو باش تشتركوا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالفيديوهات الجديدة وكذلك السابقة. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم واحد الحيلة أو واحد الفكرة اللي عملية وزوينة إلا كان عندكم الموزة والبنان ما طيبش خضر بحال هذا اللي عندي هنا وكنتم مزروبين بغيتوه يطيب لكم دغيا. مثلا جاو عندكم الناس ولا محتاجين لشي وصفه ولا شي حاجه، المهم محتاجين يطيب دغيا، غادي ديروا ليه واحد الطريقه اللي كطيبوا دغيا دغيا. الطريقه هي كالاتي: غادي تاخذوا الجرمان عادي، انا عندي هنايا جوج، غادي نضرب ليه الجرمان كيفما كتشوفوا هنايا جوج، وغادي ناخد البنان كيما كتشوفوا خضر. الا خليتو يطيب على خاطرو غادي يشد الوقت بزاف، يعني غادي يخصو بزاف الوقت باش يطيب. والا كنت انا مزروبه محتاجه غادي ندير ليها الطريقه، غادي تغلفوه بهذا الجورنال مزيان بحال هكا، وغادي ديروه في شي بلاصه اللي ما يدخلش ليها الضوء، يعني تغطيوه بشي حاجه ولا ديروه في شي كرتونه وتسدو عليه، ولا ديروه تحت البوطاجي ولا شي بلاصه اللي ما كيدخلش ليها الضوء بزاف. وكيطيب ما كياخذش اكثر من يومين كيطيب. انا دابا غادي نخليه يومين ونعاود نصور لكم فيديو اخر باش تشوفوا كيفاش كيجي. السلام عليكم. كيفما وعدتكم خليت الموز عندي في واحد الكريطينه وسديت عليه، خدا 3 ايام باش يطيب، يعني طيب مزيان. انا نعاود طليت عليه، يعني كل نهار تنطل كنشوف انه كيتزاد كيطيب. غادي نحلو قدامكم باش تشوفوا كيفاش، يعني ها هو طاب 3 ايام اللي خدا ديال الوقت. كنتمنى ان الطريقه تكون عجبتكم وتجربوها. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق وتشتركوا في القناة إلى ما كنتوش مشتركين، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله.